نبدأ عليه نتوكل منه نطلب السداد والتوفيق والنجاح. أيها الحفل الكريم مشاهدينا الكرام، نحييكم أجمل تحية من هنا من أرضية ميدان الوذبة من عاصمة الميادين، وعلى الهواء بثا مباشر عبر قناة ياس الفضائية وقناة دبي ريسنج وقنوات الكاس لنقل وأحداث هذا الختامي السنوي الكبير على سيف سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله ورعاه. ونحن نعيش اليوم الثامن في هذا المهرجان. انتهينا من سن الصغار وبدينا بهذا الصباح في سن الكبار، وكانت السيطرة لهجن الرياسة في سن الصغار مع الرموز، واليوم في افتتاح مسافة 8 كيلومتر أيضا لهجن الرياسة. وفي هذه الفترة المسائية هذه إلى 8 أشواط إن شاء الله بيتم إن شاء الله نقل حي ومباشر من هذا الميدان. وها هو الشوط الأول، والشوط الأول مخصص للحول المسافة 8 كيلومتر. نتمنى التوفيق والنجاح لجميع المؤسسات المشاركة في هذا الشوط والأخوان المضمرين برفقة هذيل الأخوان أصحاب الخبرة أصحاب الإنجازات من الأخوان المضمرين من الدولة وخارج الدولة، أيضا بالضيوف، أيضا ضيوف الميدان هجن الشحانية. مرحبا بالجميع في دولة الإمارات العربية المتحدة في العاصمة أبوظبي. مباشرة نسير بكم مع مقدمة هذا الشوط لنستطلع نحن وأنتم اللي على المقدمة في هذه اللحظات العفريت لهجن الرياسة بقيادة المضمر علي بن جميل الوهيبي. ننتقل إلى النهضة على المركز الثاني لهجن الرياسة بقيادة المضمر محمد بن عتيج بن زيتون المهيري الشاهينية على المركز الثاني في هذه اللحظات لهجن الرياسة بقيادة المضمر صالح بن سعيد بالعري المري. ننتقل إلى المركز الرابع عالية لهجن الشحانية بقيادة المضمر محمد بن خالد العطية. وفي المركز الخامس لجة على المركز الخامس لهجن الشحانية أيضا بقيادة المضمر محمد بن خالد العطية. وفي المركز السادس الشاهينية لهجن العاصمة بقيادة المضمر غياد الهلالي. وفي المركز السابع هنا سمحة لهجن الرياسة بقيادة المضمر محمد بن عتيج بن زيتون المهيري الذي استحوذ بهجن الرياسة في سن اللقاية وفي سن الإذاعة على الأربعة الرموز. اليوم آتي هنا مع سن الكبار وهو أحد الكبار في هذا المجال وفي هذا التضمير، ونعم بكل الأخوان المضمرين. ننتقل إلى وين؟ إلى المركز الثامن. وفي المركز الثامن غند لهجن الرياسة بقيادة المضمر محمد بن عتيج بن زيتون المهيري. المركز السابع أيضا لهجن الرياسة بقيادة المضمر علي بن جميل الوهيبي. وين وصلنا؟ المركز التاسع الشاهينية لهجن العاصمة بقيادة المضمر غياد الهلالي. وفي المركز العاشر اللي على المركز العاشر في هذه اللحظات اللي في المركز العاشر طلايب لسمو الشيخ ذياب بن سيف بن محمد آل نهيان بقيادة المضمر صادق بن فضل الأمين. هذه النتيجة هذا أول ندى للمراكز العشر الأوائل. ونرجع وإياكم أيها الحفل الكريم مشاهدينا الكرام إلى مقدمة هذا الشوط في هذه السيطرة على المقدمة من الشعار الحمر على المركز الأول والثاني والثالث. يا سلام باختلاف المضمرين اللي في المركز الأول الشاهينية لهجن الرياسة بقيادة المضمر صالح بن سعيد بالعري المري. وفي المركز الثاني اللي في على المركز الثاني سمحة تذكرنا باسم سمحة أيضا الذي حصلت على كأس الإذاعة البارحة المفتوح بنفس الشعار لهجن الرياسة بقيادة أيضا نفس المضمر المجاز محمد بن عتيج بن زيتون المهيري. المركز الثاني العفريت على المركز الثاني لهجن الرياسة بقيادة أبو الجمايل الظافر علي بن جميل الوهيبي. المركز نشوف اللي في المركز الرابع في هذه اللحظات
لجة على المركز الرابع، لجة لهجن الشحانية بقيادة المضمر الحوت والمشاغب محمد بن خالد العطية في التضمير وفي التدريب. ننتقل إلى المركز الخامس، الشاهينية على المركز الخامس لهجن العاصفة بقيادة المضمر غياد الهلالي. المركز السادس اللي على المركز السادس في هذه اللحظات النهضة على المركز السادس لهجن الرياسة بقيادة المضمر محمد بن عتيج بن زيتون المهيري. ننتقل إلى وين؟ إلى المركز الثامن، اللي في المركز الثامن نشوف اللي على المركز الثامن في هذه اللحظات روعة لهجن الرياسة بقيادة المضمر الظافر علي بن جميل الوهيبي. وفي المركز التاسع، المركز التاسع والعاشر الشاهينية والشاهينية والهنتين ملكية لهجن العاصفة بقيادة المضمر غياث الهلالي. هذه النتيجة، هذه النتيجة. نرجع إلى المقدمة، نرجع إلى الصراع منذ البداية وحتى هذه اللحظات، ونحن انتصفنا نصف المسافة بقيادة الحمر لون الخطر المثلث الحمر على مقدمة هذا الشوط. يا سلام العفريت من الجانب الثاني من الجانب الشمالي تتسلل تغير تنتقل إلى المقدمة لهجن الرياسة بقيادة المضمر الظافر علي بن جميل الوهيبي. سمحة وصلت سمحة على المركز الثاني، عينها على مقدمة هذا الشوط لهجن الرياسة بقيادة المضمر المجازف محمد بن عتيج بن زيتون المهيري. المركز الثالث الشاهينية على المركز الثالث لهجن الرياسة بقيادة المضمر صالح بن سعيد بالعري المري. المركز الرابع الشاهينية لهجن العاصفة بقيادة المضمر غياث الهلالي. المركز وين؟ المركز الخامس. بدينا الآن نعبر جسر العبور بقيادة الحمر على المركز الأول والثاني والثالث بمعية الشاهينية أيضا الشعار الملكي شعار امبراطورية هجن العاصفة على المركز الرابع. المركز الخامس النهضة على المركز الخامس لهجن الرياسة بقيادة المضمر المجاز محمد بن عتيج بن زيتون المهيري. وفي المركز السادس لجة على المركز السادس لهجن الشحانية بقيادة المضمر الحوت محمد بن خالد العطية، لكن حصل تغيير ودخول على المركز إلى المركز الخامس في هذه اللحظات واللسات الشاهينية لهجن العاصفة بقيادة المضمر غياث الهلالي. وفي المركز نشوف المركز السابع، هجه اللي على المركز السابع لسمو الشيخ سيف بن خليفة بن سيف بن محمد النهيان بقيادة المضمر سعيد بن مبارك الوهيبي. المركز الثامن خزامة وصلت إلى المركز الثامن، وأول ندى الخزامة لهجن الشحانية بقيادة المضمر الذهبي سالم بن فوران المري. مرحبا يا أبو جابر، مرحبا بهذه المشاركة في هذا المساء. فزعة وصلت، فزعة فازعة لهجن الرياسة بقيادة المضمر الظافر علي بن جميل الوهيبي. المركز العاشر ناخذ اللي على المركز العاشر، نشوف شواهين لهجن الرياسة بقيادة المضمر المجاز محمد بن عتيج بن زيتون المهيري. هذه النتيجة. نرجع إلى المقدمة، نرجع إلى الصراع على مقدمة هذا الشوط. الورود الحمراء والشعار الحمر لون الخطر المثلث الذهبي، المثلث الذهبي على المقدمة، على مقدمة هذا الشوط بقيادة سمحة. سمحة بدأت تغير تنتقل إلى المقدمة لهجن الرياسة، لكن العفريت راس تراك بنا ألف عفريت في هذا المساء لهجن الرياسة بقيادة المضمر الظافر علي بن جميل الوهيبي. سمحة على المركز الثاني لهجن الرياسة بقيادة المضمر المجاز محمد بن عتيج بن زيتون المهيري. شوط العمالقة، شوط الأربعمائة ألف درهم تنتظر أحد المضمرين الفائزة بهذا الشوط. يا سلام يا سلام، هذا السيف مصقر في هذا المساء يتنافسا. هذا الشوط أيضا له وزنه ولا ثقله في هذا العالم، عالم سباقات الهجن. يا سلام لهجن أيضا تنافس.
ننافس ونشوف المركز الثالث الشاهينية، الشاهينية اللي هجن الرياسة بقيادة مضمر صالح بن سعيد بالعري المري، خزامة قادمة اللي هجن الشحانية بقيادة المضمر الذهبي اللي يعشق الذهب سالم بن فوران المري. المركز الخامس فزعة لكن من الجانب الثاني غند لهجن الرياسة بقيادة المضمر المجازف محمد بن عتيج بن زيتون المهيري. الفزعة على المركز السادس لهجن الرياسة بقيادة المضمر الظافر علي بن جميل. الوهيب السابع الشاهينية لهجن العاصمة بقيادة المضمر غياد الهلالي. المركز الثامن هنا شواهين لهجن الرياسة بقيادة المضمر المجازف محمد بن عتيج بن زيتون المهيري. التاسع الشاهينية والعاشر الشاهينية لهجن العاصمة بقيادة المضمر غياد الهلالي. نرجع إلى المقدمة إلى الكيلو الأخير، كيلو الامتحان، كيلو المنافسة، كيلو السبوق، كيلو الأوامر. الصراع شديد على المقدمة. نشوف العفريت لا زال راس تراك منه. العفريت المجازف قادم، الذهبي قادم، دير بالك يا الظافر. الجماعة قادمين عينهم على المركز الأول، عينهم على الشوط، عينهم على السلامات. يا سلام العفريت، روح يا الظافر، جماهيرك محبينك يحيونك في هذا الأداء في هذا المساء مع السن الكبار. العفريت وراسه راكبنا ألف عفريت لهجن الرياسة بقيادة المضمر الظافر علي بن جميل الوهيبي. البدا الآن الذهبي يحرك خزامة تغير تنتقل إلى المركز الثاني لهجن الشحانية بقيادة المضمر الذهبي سالم بن فوران المري. العفريت خزامة فزعة قادمة. العفريت على المقدمة، المساندة للعفريت، فزعة قادمة. يلا يا بن جميل، يلا يا ابو الجمايل، جماهيرك حمر خطر مر وعبر على المركز الاول والثاني. سلام يا هجن الرياسة، سلام يا هجن الرياسة، سلام يا شعلة النشاط، سلام يا ابو حمدان على هذا الاداء المتميز الذي تقدمه هجن الرياسة. مشكور يا ابو الجمايل، تهانينا لهجن الرياسة على فوزهم بالمركز الاول والثاني، تهانينا. المركز الثالث خزامة لهجن الشحانية. المركز الرابع الشاهينية لهجن العاصفة. المركز الخامس شواهين لهجن الرياسة. هذه النتيجة والتوقيت الزمني ساعة وصول العفريت وفزعة إلى خط النهاية. ياهو شوط يحمل منافسة حتى خط النهاية، لكن الحمر موجود وبالجمايل موجود على المركز الأول والثاني. سلام يا هجن الرياسة، سلام يا ابو حمدان على هذا الاداء. من عاصمة الميادين الى العاصمة ابو ظبي، يسعد الله مساكم بكل خير وبكل محبة وبكل فوز على هذا الاداء المتميز الذي تقدمه هذه المؤسسة في كل مكان وفي كل زمان. هجن الرياسة نار على علم بتوقيت زمني وقدره 12 دقيقة 13 ثانية 7 اجزاء من الثانية. هذه العفريت، وقلت لكم ان راسه الليله راكبنا الف عفريت، راسه على المركز الاول وضوات بالمركز الاول. تهانينا البل جمايل علي بن جميل الويبي. فزعه ايضا كانت المسانده للعفريت، حصلت على المركز الثاني 12 دقيقه 14 ثانيه 6 اجزاء من الثانيه. تهانينا لهجن الرياسه، تهانينا للمضمر الظافر علي بن جميل الويبي، والذي وصلت على المركز الثالث ايضا خزامه ما قصرت، نافست منافسه قويه وحصلت على المركز الثالث في زمن وقدره 12 دقيقه 15 ثانيه 3 اجزاء من الثانيه. تهانينا لهجن الشحانيه، تهانينا للمضمر الذهبي سالم بن فوران المري، تهانينا للجميع على هذا الاداء المتميز. الشوط الثاني ينطلق، وزميلي سالم بن علي الحبسي الكلمه لك يا ابو علي.